بسم الله. نبدأ كلامنا عن Biomechanics of Ankle Joint and Foot. كويس، طبعا زي ما احنا عارفين ان الـ Ankle Joint is a joint between talus bone and the tibia and fibula. This is the end of tibia and fibula. زي ما تعودنا ان احنا نتكلم عن function لكل joint من اللي اتكلمنا عليهم زي الهيب او الني، فاحنا برضو الانكل جوينت هو كمان ليه function، وتقريبا ما دام موجود في اللور limb يبقى الفانكشن بتاعته هي function شبيهه بالهيب جوينت وشبيهه بال الانكل الني جوينت. ولكن بتغلب عليه طابع اكتر من الجوينت الثانيه. يعني احنا لما اتكلمنا الهيب جوينت الفانكشن بتاعته ستابيليتي وموبيليتي، صح؟ والني جوينت ستابيليتي وموبيليتي على اساس ان هما بيعملوا سبورت للويت بتاع البادي كله وبينقلوه اثناء الجيت واثناء المشي من مكان الى اخر. فانا عندي التو فانكشنز، كان يغلب على الني مينلي في الاساس الفانكشن بتاعت الموبيليتي اكتر من الاستابيليتي، اما الانكل جوينت فيغلب عليه الاكثر الموبيليتي الاستابيليتي عن الموبيليتي. علشان كده طبيعه الانكل جوينت ان الموفمنت بتاعته ليميتد حبتين، فهو نوعه من ضمن الساينوفيال جوينتس. اي نوع؟ مين يفتكر ويقول لي اي نوع من ضمن الساينوفيال جوينتس؟ هل هو كوندايلويد زي الني، ولا بولان سوكيت زي الهيب، ولا هينج جوينت، ولا اليبسويد جوينت، ولا ايه بالظبط؟ حد يفتكر؟ زي الالبو. نواف، يا سلام. طب الالبو ايه؟ طيب هو هينج. هو هينج، تمام، مظبوط يا علي، الله يسعدك. حسن، تمام، هينج. هينج، نواف، تمام كده. هو هينج جوينت، والهينج جوينت يعني يوني اكزيال جوينت. يوني اكزيال جوينت يعني allowing one degree of freedom، يعني يسمح بموفمنت around one axis زي الباب. برافو عليك يا حسن، تمام. وايه هي الموفمنت اللي بتتم في الانكل جوينت؟ هي dorsiflexion and plantar flexion. في موفمنتس ثانيه بتتم في الانكل جوينت؟ انفيرجن وايفيرجن يا دكتور، ولا ما فيها؟ اخص عليك، انا متوقع الغلطه دي من علي وكمان نواف. احنا قلنا ان هو اكزيال يعني بس بلانتر فليكشن بس، صح كده؟ ما احنا لسه كنا بنقول ان هو يوني اكزيال، فهو بلانتر فليكشن ودورسي فليكشن. انما انفيرجن وايفيرجن دي موفمنتس ما بتحصلش الا في الفوت اللي تسوي. نواف بيقول الفوت اللي تسوي، تمام، كويس، اللي هو في السب تيلر جوينت. السب تيلر جوينت ده الجوينت اللي ما بين التيلس والكالكينس، يعني التيلس بتشترك فيه برضه، انما التيلس هنا مشتركه معانا في الانكل جوينت مع الديستال اند اوف تيبيا اند فيبولا، بيكونوا حاجه اسمها الديستال اند اوف تيبيا اند فيبولا، بيكونوا لي حاجه اسمها انكل مورتس، حاجه زي النفق كده، تمام، اللي انا بشاور عليه ده دلوقتي، اللي هو بالديستال اند اوف تيبيا اند ديستال اند اوف فيبولا. كويس، ده كده اسمه انكل مورتس، ومرتبطين هنا ببعض بالتيبيو فيبولار ليجامنتس. ليجامنتس ماسكه هنا التيبيا بالفيبولا، قافله النفق ده من فوق كمان. كويس، وبنلاحظ هنا دايما ان اللاترال ماليولس ده
اللي هو ال distal end of the fibula أطول بكتير من ال medial malleolus اللي هو distal end of tibia، وده بيفرق معانا وهنعرف فيما بعد في الاستابيليتي. كويس يا شباب؟ تمام. وهنا معانا التيليوس. Proximal articular surface ده اللي هو distal end of tibia and fibula. The proximal segment of the ankle is composed of the concave surface of the distal tibia and the tibial and fibular malleoli which acts as a pincer. عاملين زي الكماشة، الاثنين بيبقوا عاملين زي الكماشة ماسكين ما بينهم التيلس بون. Holding the head of the talus, these three facets form an almost continuous concave joint. Concave هم عاملين concavity، عاملين كهف عميق بياخد جواه التيلس. That extends more distally on the fibular lateral side علشان الفيبولار مالولس زي ما قلنا اطول، فده معنى كده ان الكهف ده ممتد اكتر في اتجاه الفيبولا واقل في اتجاه التيبيا. تمام. البون ستراكشر، انا عايز قبل ما نتكلم عن البون ستراكشر ده نقول نرجع تاني للصورة دي، ناخد بالنا من البوني ستراكشر اوف ذا فوت عامة، نسجله في دماغنا كده لأن هنحتاجه كمان في النهاية لما نيجي نتكلم عن الفوت والفوت ارشز. كويس؟ فإحنا عندنا الفوت بتنقسم إلى كام جزء؟ ثلاث أجزاء. ثلاث أجزاء. فور فوت وميد فوت وهايند فوت. كويس؟ فور فوت وميد فوت وهايند فوت. نبدأ بالهايند فوت اللي هي بتتكون من تو بونز. انا عندي كام تارسل بونز؟ مين يفتكر عندي كام تارسل بونز؟ سبعه يا دكتور. سبعه، جميل. تعرف اسمائهم يا دكتور في السلايد؟ والله انا بسترق النظر. ما فيكوا الاربون الايه؟ اقول لك موجوده في السلايد. موجودين في السلايد؟ طيب قولهم. طيب كالكينس. اها، ما احنا بنعمل برزنتيشن، من ضمن البرزنتيشن انا ممكن ابص في الصوره واقول. تمام اوكي. اللي هو الكيونيفورمس الميديال والانترميديال واللاترال. تمام. والنافيكولار والكيوبويد والكالكينس والتالس. والتالس كده سبعة. جميل جميل جميل. احنا لو قسمنا الاجزاء دي لهايند فوت الخلفيه اللي هي فيها التالس والكالكينيس، الاثنين دول تيلس اللي هي اعلى بون موجوده في الفوت والمشتركه في الانكل جوينت، وتحتها على طول الكالكينيس. قدام التيلس في البون المستطيله دي اللي بنقول عليها النافيكولر، ومن هنا بقى يبدا الميد فوت. الميد فوت من النافيكولر والكيوبويد اللي هي موجوده لاترال، واسمها كيوبويد علشان هي شكل المكعب. تمام. وقدام النافيكولر في ثلاثه بونز بنقول عليهم كيوني فورمز او كيوني فورم بونز. كيوني فورمز او كيوني فورم بونز اللي هم ثلاثه وتقريبا شبه بعض. كويس. ميديال والانترميديت واللاترال كيوني فورم بونز. كده وصلنا الى الميد فوت. نيجي للجزء الثالث اللي هو الفور فوت. الفور فوت والفور فوت بيتكون من 5 ميتا تارسل بونز او 5 ميتا تارسس. حلو. وكام فالانجيز؟
كام؟ خمسة. خمسة فرنجيز. ثلاثة. خمسة فينجرز. خمسة توز. خمسة توز هم خمس خمس أصابع معاك، ولكن كل صباع فيه كام فرنجز؟ في ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. بروكسيمال انترميديت وديستال. والثلاثة في أربعة ب 12، والبيك تو في 2 فقط مش 3، فبالتالي يبقى الكل 14. 14 يعني عندنا 14 فالانكس. 14 فالانكس، 5 ميتا تارسل بونز و7 تارسل بونز. تمام يا شباب، ده بالنسبة لي الفوت أو البونز أوف ذا فوت. ديستال تيبيو فيبولار جوينت. الديستال تيبيو فيبولار جوينت، احنا عندنا التيبيا والفيبولا بترتبط مع بعض في ثلاث أجزاء. التيبيا والفيبولا بترتبط مع بعض في ثلاث أجزاء. في جزء ديستال اللي هو عند الأنكل جوينت، وفي جزء ميدل، وفي جزء بروكسيمال. لما نطلع فوق عند البروكسيمال تيبيو فيبولار جوينت، وفي ميدل تيبيو فيبولار جوينت اللي هو ليجامنتس جوينت، وننزل تحت الى الديستال تيبيو فيبولار جوينت اللي هو خاص بالانكل. سندسموزس يعني برضو ليجامنتس جوينت، مرتبطين ببعض بتيشو. تيشو ده ليجامنتس تيشو ليجامنتس، او وممكن يبقى في ما بينهم فايبرس تيشو ما بين التيبيا وما بين الفيبولا. between the concave facet of the tibia and the convex facet of the fibula, the tibia and fibula are united by ligaments whose primary responsibility is restricting motion of the distal tibiofibular joint and for maintaining a stable mortise. تخيل الليجمنتس اللي رابطين الفيبولا بالتيبيا دول اللي محافظين على الانكل جوينت، نقول عليه ايه، روف، على السقف بتاع الانكل جوينت. كويس، اللي يبان في الصوره دي بنسبه كبيره السقف ده، ده السقف بتاع الانكل. ارتباط الاثنين دول ببعض بالليجامنتس اللي موجودة دول بيحافظ لي على السقف ده انه يفضل موجود. لو حصل ان اي ليجامنت من دول اتقطع، فالسقف ده سهل جدا انه يخترق، هيبقى فيه مشكلة في الحركة، هيبقى فيه مشكلة في الثبات، مش هيبقى فيه ثبات كافي، او مش هتبقى التيلس هنا ممسوكة بشكل الكماشة اللي احنا لسه قايلين عليه من التيبيا ومن الفيبولا. ليه؟ لان هما التيبيا والفيبولا سهل انهم يتباعدوا عن بعض نتيجه ان الليجامنت اللي رابطه ما بينهم دي نفسها اتقطعت او مش موجود. ديستال ارتيكولار سيرفيس، والديستال ارتيكولار سيرفيس اللي هو بيتكون من التيلس. التيلس، التيلس بون، والتيلس بون لو جينا بصينا لها هي دي، ده شكلها من السوبيريور فيو او بروكسيمال فيو من فوق. المفروض ان يغطيها من هنا كده من المنظر اللي انا شايفه ده، يغطيها معانا ايه؟ المورتس اللي هو الديستال اند اوف تيبيا اند فيبولا، يغطي لنا الجزء ده بتاع الارتيكولار سيرفيس. لو بصينا للتيلس وشكلها هنلاحظ ان الانتيريور اسبيكت اوف ذا تيلس عريضه، دي من الارتيكولار سيرفيس، هي بتحس ان هي مكونه من جزئيتين. التيلر بون مكونه من جزئيتين، الجزء اللي فوق اللي بيكون لي الارتيكولار سيرفيس، والجزء الثاني اللي تحت اللي عامل القاعده اللي بترتبط بالكالكينيوس. انما الجزء ده اللي يعنيني في الانكل جوينت،
الجزء اللي واضح ان هو متغطي بالهايلين كارتليج وواضح ان هو ناعم، بنلاقي ان الانتيريور بارت فيه عريض، اما البوستيريور بارت فيه بنلاقيه نارو، بنلاقيه ضيق. كويس. الجزء العريض الامامي والجزء الضيق الخلفي ده بيأثروا على الموفمنت اوف ذا انكل جوينت بنسبه كبيره. شوف هنا بقى احنا بنتكلم فانكشنال اناتومي. فانكشنال اناتومي مش مجرد ان انا قلت ان الانكل بيتكون من بون وبون وخلاص وخلص الموضوع، وبيتكون من ليجامنتس رابطاه وخلاص كده خلص الموضوع. معنى ان انا اقول اتاشمنتس بس واقول اسماء بس، انا بتكلم كده في ستراكشرال اناتومي، فاناتومي بشرح ستراكشر بس. انما لما باجي اقول فانكشنال يبقى بعمل رباط ما بين الشكل وما بين الوظيفه. كويس. فانت عندك هنا الانتيريور كومبارتمنت of the articular surface of the talus. كويس. عريض wide. العرض ده لما بنيجي نعمل dorsiflexion هو اللي بيكون داخل ما بين two bones of the mortis اللي ما بين distal end of the tibia و distal end of the fibula. فلما بيخش العرض ده كله جوه بيعمل restriction للموفمنت. عشان كده لو انت عملت dorsiflexion هتلاقي ان البوزيشن ده بوزيشن، اولا الرينج اوف موفمنت بتاعه قليل مش كبير، ثانيا بتحس ان الجوينت فيه مور ستيبل، اكثر ثباتا. ليه؟ لان العظم كله كونتاكتد، في كونجروانسي، في تطابق كبير ما بين الجزء العريض ده اللي دخل ما بين الكماشه، فالكماشه مسكته وتقدر تسيطر عليه. وفي عندك جزء تاني خلفي في ال head of the talus اللي هو الجزء النارو ده، بيبقى هو موجود ما بين الكماشة امتى؟ مع البلانتر فليكشن. فاحنا لو عملنا بلانتر فليكشن تلاقي ايه؟ تحس ان البوزيشن بتاع البلانتر فليكشن، اولا الرينج اوف موفمنت اكبر من الدورسي فليكشن، لان الجزء الضيق ده ما عملش اي ريستريكشن للموفمنت. تاني حاجة تحس ان الجوينت في الوقت ده لوز، تحس ان الفوت سايبة، تقدر تحركها يمين وشمال كده بشكل لوز. صح كده؟ فده سببه ايه؟ سببه ان الجزء النارو دلوقتي هو اللي ما بين الكماشة، فالكماشة مش ماسكة عليه قوي. الكماشة الميديال مالولس واللاترال مالولس مش ماسكين الجزء ده ما بينهم بنسبة كبيرة. فبالتالي الموبيليتي اكبر من الاستابيليتي في البوزيشن بتاع البلانتر فليكشن، والرينج اوف موفمنت البلانتر فليكشن اكبر بكتير من الرينج اوف موفمنت بتاع الدورسي فليكشن. واضحه دي يا شباب؟ تمام، جميل يا حسين. حسين جميل، احمد جابر واضح، زايد واضح، حسين واضح، حسن واضح، جميل جدا يا شباب. ده كلام رائع. طيب جميل. The capsule of the ankle joint is fairly thin and especially weak anteriorly and posteriorly while it is thickened from both sides. يعني غالبا الكبسول of the ankle joint مش الحاجة اللي بنعتمد عليها في الاستابيليتي بنسبة كبيرة، لان هي ضعيفة، وبيبقى اكبر جزء معمول فيه سبورت للكبسول ده هو السايدز، سواء معمول له سبورت
سبورت من البونز اللي موجوده اللاترال ماليولس والميديال ماليولس، او معمول له سبورت من الليجامنتس كمان اللي هي محيطه بالكبسول from both sides. The ligaments important to ankle joint stability. The ligaments بقى في الانكل جوينت مهمة جدا وعنصر هام بدرجة كبيرة جدا. ايه هي الليجامنتس مهمة في الكلام ده؟ The tibio fibular interosseous ligament. The tibio fibular interosseous ligament. عندنا tibio fibular ligament اللي هي الليجامنت اللي رابطة ما بين التيبيا وما بين الفيبلا، في منها كتير جدا. فادي عندك الانتر اوسيس ليجامنت، كويس. ده عندك كمان ذا انتيريور اند بوستيريور تيبيو فيبولار ليجامنت، ده بوستيريور تيبيو فيبولار ليجامنت، وفي انتيريور تيبيو فيبولار ليجامنت بيربطوا التيبيا والفيبولا من الانتيريور اسبيكت ومن البوستيريور اسبيكت. انتر اوسيس ما بين الانتيريور وما بين البوستيريور، تلاقيه ما بين البونز نفسه، كويس. These ligaments maintain the grasp of the tibio fibular mortis on the body of the talus. ماسكين البونز مع بعض، محافظين على الكماشه. فالليجامنتس دي لو حصل فيها اي مشكله الكماشه دي خلاص باظت. من الليجامنتس المهمه جدا الميديال كولاترال ليجامنت. ميديال كولاترال ليجامنت، والميديال كولاترال ليجامنت بنقول عليه دلتويد ليجامنت. دلتويد ليجامنت تمام. الليجامنت ده very strong fan shaped broad ligament. ليجامنت قوي جدا، كويس. و it arises from the borders of the tibial malleolus and insert into the navicular anteriorly and on the talus calcaneus distally and posteriorly. يعني هو خارج كده كده من الميديال malleus، كويس، ونازل رايح للنافيكولر، كويس، ولل تيلس و للكالكينيس. تيلس والكالكينيس. فبنلاقي في اكتر من ليمب. اولا انتيريور تيبيو نافيكولر، دايما الليجامنتس هنا بنرجع الاسماء بتاعتها للاتاشمنتس. خارج من التيبيا الميديال ماليولس يبقى من التيبيا، رايح للنافيكولر يبقى اسمه تيبيو نافيكولر. خارج من التيبيا ورايح للتيلس فاسمه تيبيو تيلر. تيبيو تيلر، والتيبيو تيلر عندنا انتيريور وبوستيريور تيبيو تيلر. خارج من التيبيا ورايح للكالكينيوس فاسمه تيبيو كالكينيال. تيبيو كالكينيال، كويس. فده الدلتويد ليجمنت، هو شكله عامل زي المثلث كده، الراس بتاعته عند التيبيا عند الميديال ماليولس ونازل عامل قاعده كبيره وراجع تاني عامل زي المثلث بالظبط. ضلع المثلث هنا بوستيريور تيبيو تيلر، وضلع المثلث هنا انتيريور تيبيو تيلر وانتيريور تيبيو نافيكولر، وبعد كده قاعده المثلث داخله مع تيبيو كالكينيال الى النهايه في عامل عندنا المثلث، عشان كده اسمه دلتويد ليجامنت. والدلتويد ليجامنت هنلاقيه اقوى بكتير من اللاترال كولاترال ليجامنت للانكل، تمام. ليه؟ علشان يعوض القصر اللي موجود في الميديال ماليولس اللي في الصورة دي، أنا عندي هنا الميديال ماليولس واللاترال ماليولس، شايفين هنا حائط الصد اللي موجود عند الميديال أسبكت قصير جدا عن اللي موجود عند اللاترال أسبكت، فبالتالي وجود ليجامنت قوي هنا إذا ماست عشان يكمل حائط الصد اللي موجود على الميديال اسبكت معانا. علشان كده الميديال كولاترال ليجامنت اقوى من اللاترال كولاترال ليجامنت اللي موجود على اللاترال اسبكت، تمام يا شباب. فده سر ان الميديال كولاترال ليجامنت
هو اقوى. علشان كده برضو لما نيجي ناخد بالنا دايما الناس اللي بيحصل عندها سبرين انكل، ها باين انه يمنع الخلع بشكله المثلث، صح؟ جميل، تمام، بيساهم في نسبة استابيليتي كبيرة جدا بالشكل بتاعه وبقوته لأنه قوي. ودايما لما تيجي تسمع عن إصابة حصلت في الأنكل جوينت، فتلاقي الإصابة حصلت فين؟ في اللاترال كولاترال ليجامنت، مش في الميديال كولاترال ليجامنت. فيقول لك الشخص ده عنده سبرين أنكل. سبرين أنكل ليه؟ حصل في اللاترال كولاترال ليجامنت مش الميديال كولاترال ليجامنت. ليه؟ لأن الميديال كولاترال ليجامنت أقوى بنسبة كبيرة من اللاترال كولاترال ليجامنت. كويس؟ اللاترال كولاترال ليجامنت، this ligament is composed of three separate bands. ثلاثة أهو متعلم عليهم هنا في الصورة دي. ثلاثة bands مختلفين، anterior و posterior و middle. يعتبر anterior talofibular ligament يعني خارج من التلس ورايح للفيبولا اللي هو اللاترال مالولس، عشان كده بنقول عليه anterior talofibular. وعندنا posterior talofibular خارج برضو من الفيبولا ورايح للتيلس، عشان كده قلنا عليه talofibular. وcalcaneofibular ligament اللي هو خارج من الكالكينيوس ورايح للفيبولا، calcaneofibular ligament خارج من الكالكينيوس ورايح للفيبولا. دول كده الليجامنتس اللي موجودة عندنا، الثلاثة اللي موجودين في اللاترال كولاترال ليجامنت. فبنلاقي دايما ان اكثرهم ويكنس، او ان اللاترال كولاترال ليجامنت هو الليجامنت الضعيف الاضعف من الميديال كولاترال ليجامنت، اللي دايما لما يحصل فيه انجري او تحصل فيه بروبلم تحصل في اللاترال كولاترال ليجامنت ولا تحدث في الميديال كولاترال ليجامنت. وده والانجري اللي بيحصل في اللاترال كولاترال ليجامنت بيحصل ناتج عن انفيرجن سترين او انفيرجن ستريس، اللي هو يحصل فيروس ستريس. الانفيرجن ستريس او فيروس ستريس يعني الفوت في الصوره دي حصل لها ادكشن، حصل لها ادكشن. كويس، فتحط هنا الاسترس على اللاترال كولاترال ليجامنت يحصل هنا الانجري. ومينلي اما يبتدي يحصل الانجري يحصل اكتر في الانتيريور تيلو فيبلر ليجامنت، هو الاكثر ويكنس، يليه الكالكينيو فيبلر ليجامنت، ونادرا انه يحصل في البوستيريور تيلو فيبولر ليجامنت. فيحصل اكتر الانجري في الانتيريور تيلو فيبولر ليجامنت والكالكينيو فيبولر ليجامنت، ونادرا انه يحصل في البوستيريور تيلو فيبولر ليجامنت. وده شكل الانفيرجن ستريس او الفيروس ستريس اللي بيحصل على الانكل ويسبب الانجري اللي موجود بالشكل ده في الليجمنتس. تمام يا شباب؟ تمام. كينيماتكس اوف ذا انكل جوينت، دي افضل ان احنا نتكلم فيها المره اللي جايه.